أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الملاك المركزي لمشروع جزر أمواج اجتماعا تم خلاله تعيين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاك المركزي والموافقة على تشكيل اتحاد الملاك المركزي لجزر أمواج من قبل الملاك، كما تم انتخاب أعضاء لمجلس إدارة اتحاد الملاك المركزي. وقال سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن المؤسسة تدعو ملاك الوحدات العقارية في المشاريع ذات الأجزاء المشتركة إلى الانخراط وإنشاء وتفعيل اتحاد الملاك لعقاراتهم، مؤكدا أن ذلك سيساهم في حماية استثمارات الملاك على المدى الطويل من خلال المشاركة في إنشاء هذه الاتحادات وانتخاب مجلس الإدارة وتحديد رسوم الخدمة وكيفية إدارة تلك الممتلكات. أكد سعادة السيد سمير عبد الله الناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك الذي استضافته مملكة البحرين مؤخرا، وشدد ناس الذي ترأس الجانب البحريني في أعمال الاجتماع على إن خصوصية العلاقة ومتانة الروابط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين تفرض على قطاع رجال الأعمال في البلدين تبني كل ما يدفع بالعلاقة التجارية والاقتصادية إلى آفاق جديدة. طبعا الاجتماع كان مثمر، وكان طبعا وافق على تأسيس فريق عمل للوقوف بدراسة بعض المشاريع الاستثمارية في البلدين، صناعية وعقارية وكذلك سياحية. ومن خلال الفريق العمل راح يكون في نوع من التواصل بين رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين، مش أعضاء في المجلس بس ولكن من خلالها واللي خارج المجلس كذلك. وكذلك اتفقنا على أساس تأسيس فريق منبثق للوقوف على أي معوقات اللي ممكن تأثر على سرعة الأداء من ناحية خدمة المستثمرين في كلا البلدين. فتح مجلس المناقصات والمزايدات الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسة المناقصات والمزايدات الحكومية مظاريف 48 عطاء لعدد 6 مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من 6 جهات متصرفة. التقرير التالي يستعرض التفاصيل. وفي خبر محلي آخر، ودع الطيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين آخر طائراتها من طراز إيرباص 330 عقب انقضاء 19 عاما لها في خدمة أسطول الناقلة. وقال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج السيد كريشمير كوتشكو أن طيران الخليج بدأت في العام 2018 برنامجها لتحديث الأسطول الذي بدأ باستلام أولى طائرات الناقلة من طراز بوينغ 7879 دريم لاينر، والآن تشغل طائرات دريم لاينر الموسومة بعلامتها الجديدة حصريا على جميع الرحلات الطويلة التابعة للناقلة، كما سوف يتم استلام آخر 3 طائرات من ذات الطراز مع نهاية العام الجاري.
نالت شركة ألمنيوم البحرين ألبا الميدالية البرونزية لعام 2020 من منظمة التصنيف والتقييم الدولية إيكوفادس، وذلك نظراً لالتزامها بالأداء المتميز في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، واستناداً إلى المعايير الدولية للمسؤولية الاجتماعية للشركات مثل مبادرة الإبلاغ العالمية وميثاق الأمم المتحدة العالمي وشهادة ISO 26000. يأخذ اعتماد إيكوفادس الذي يغطي 190 فئة و 150 بلدا في الاعتبار أربعة جوانب رئيسية تشمل البيئة والممارسات العملية والأعمال النزيهة والمشتريات المستدامة. وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ألبا علي البقالي أن هذا الاعتماد يعكس التزام الشركة المستمر بمبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. مشاهدينا نواصل النشرة الاقتصادية مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين على تراجع نسبته 0.15% مغلقا التداولات عن مستوى 1945 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,449,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 914,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 73 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على انخفاض نسبته 2% تقريبا. أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، فقد أغلقت على تقدم نسبته 0.36%. وننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية التي سجلت تقدم نسبته 0.21%. أما سوق دبي المالي فقد سجلت ارتفاعا نسبته 0.13%. وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط التي أغلقت على ارتفاع نسبته 0.41%. تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا وال21 عالميا في مؤشر مرونة سوق العمل العالمي لعام 2020 الذي تم إصدار نسخته لهذا العام في دافوس بسويسرا على هامش انعقاد اجتماعات القمة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي. وحققت الإمارات تقدما بمقدار 12 مرتبة على التصنيف العام للمؤشر على مدى السنوات الخمس الماضية، صعودا من المرتبة 33 في عام 2015. ويقيس مؤشر مرونة سوق العمل العالمي مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها البلدان في المستقبل بناء على التحولات الهيكلية والتغييرات الحاصلة في السياسات وتطبيقات التكنولوجيا وأثرها في سوق العمل، مع الأخذ في الحسبان التفاوتات الجغرافية. مشاهدينا النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. زوجة مؤسس أمازون السابقة تقلص حصتها في الشركة بنحو 400 مليون دولار. قالت كريستي لينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي أن خطط بلغاريا للدخول في المرحلة التمهيدية للانضمام إلى منطقة اليورو خلال فصل الربيع المقبل، وتبني اليورو عملة لها في عام 2023 ممكنة تماما. وقالت جورجيفا أنها تتوقع أن خطط بلغاريا لدخول منطقة اليورو ستحقق كما تم رسمها بالضبط. وأضافت أن كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي تنظر نظرة إيجابية للغاية لمسعى بلغاريا لدخول منطقة اليورو. ارتفعت كلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي للصين إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أكتوبر، وسط مخاوف متصاعدة من الأثر الاقتصادي المحتمل لتفشي فيروس كورونا الجديد. وقفزت عقود مقايضة المخاطر الائتمان الصيني لخمسة أشهر 4 نقاط أساس على إغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 41 نقطة أساس حسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن IHS ماركت. كما وتسبب الفيروس في تقطع سبل السفر بعشرات الملايين بالتزامن مع أكبر عطلات العام.
أكملت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات أول رحلة تجريبية ناجحة لأكبر طائرة ركاب ثنائية المحرك في العالم من طراز 777X، وجاء هذا الإعلان في وقت تحاول فيه الشركة استعادة ثقة العالم وتعزيز صورتها في صناعة الطائرات بعد أزمة سقوط 2 من طائراتها طراز 737 ماكس. ورغم نجاح التجربة إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب قبل دخول الطائرة الجديدة إلى الخدمة العام المقبل. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. وفي آخر أخبارنا الاقتصادية، قررت ماكنزي بيزوس الزوجة السابقة لمؤسس أمازون تقليص حصتها في شركة التجارة الإلكترونية. وكشفت وثيقة تنظيمية أن ماكنزي بيزوس تمتلك 19 مليونا ونصف المليون سهم في أمازون. وفقا لبيانات سابقة، فإنما تمتلكه بيزوس أقل حاليا بنحو 200 ألف سهم عما امتلكته عند اتمام طلاقها من مؤسس الشركة. وبناء على سعر سهم أمازون الآن، فإن حجم الأسهم الذي قلصته بيزوس يقدر بنحو 400 مليون دولار، لكن حصتها تقدر ب 36 مليار و300 مليون دولار.